كابتن حشيش، شايفين في خلفيه الملعب ورا محمد توفيق ارضيه الملعب ما شاء الله. الفتره اللي فاتت الاهلي استعد كويس، فتره التوقف قفل الملعب صيانه قدامنا احماء الفريقين، الملعب على افضل ما يرام. حاجه طبعا يعني غريبه، لان احنا عدينا نص الموسم، داخلين على نهايه الموسم. الوضع الطبيعي الملعب بيبقى استهلك من المباريات وكده، خصوصا ان مفيش الا الملعب ده بيتلعب عليه المباريات الجمهوريه الرسميه، فكون ان هو الحقيقه يبقى بالجوده دي، فده دليل على ان في شغل كويس قوي في صيانه الملعب. انت شفت حضرتك ملعب برج العرب؟ برج العرب النجيله بتاعته عامله ازاي؟ يعني بايظه في الوقت ده بالزبط. ملعب اهلي مدينه نصر خلي بالك قفل حوالي 3 اسابيع صيانه تامه، تمام. عشان عارف ان الفتره جايه في بقى 2007 بيلعب عليه، و2008 و2003 و2005، فتم يعني النجيله تحفه الصراحه، تمام. يعني دي من احلى الاوقات اللي شفنا فيها ملعب اهلي مدينه نصر. نشكر بقى المهندسين الخاصين بالصيانه، يعني دي بقى الجنود المجهوله طبعا.